بسم الله. تمارين حول درس النشر والتعميل والحساب الحرفي لمستوى السنة الثانية إعدادي، الموسم الدراسي 2015-2016. تمرين رقم 3، بسط كتابة ميلي. 11x زائد 6x ناقص 33x زائد 12x ناقص 18x ناقص 13x، 17a ناقص 20a، 25a ناقص 55a، 12a ناقص 38a. يلا انقل التمرين في دفترك ثم انجزه. سنلتقي بعد قليل لمناقشة الحل معا. كالعادة اوقف تشغيل الفيديو حتى تنتهي من هذا الانجاز. يلا سانتظرك. لنبسط كتابة ميلي 11x زائد 6x، كيف سنبسط هذه الكتابة؟ نعم، سنبحث عن العامل المشترك. ترى ما هو؟ نعم، فعلا هو العدد x. إذن غادي نعملو به x عامل ل 11 زائد 6، أي x في ماذا؟ فعلا في 17، وأخيرا تساوي 17x. وهكذا الانتقال من هذه الكتابة إلى هذه الكتابة يعتبر تبسيطا لها. واضح؟ نشوف المثال الثاني. ناقص 33x زائد 12x. يلا ماذا سنكتب؟ توازيا مع ما رأينا قبل قليل، نعم يساوي x عامل لناقص 33 زائد 12 يساوي ماذا؟ نعم يساوي x في ناقص 21، أي ناقص 21x. هكذا طبقين. نمر المثال الموالي. ناقص 18x ناقص 13x يلا يساوي ماذا؟ نعم يساوي x عامل لناقص 18 ناقص 13. ناقص 18 ناقص 13 تساوي ماذا؟ نعم تساوي ناقص 31، والنتيجة هي ناقص 31 إكس. طبقين. يلا الآن نمشيو للمثال الذي يليه. 17 أ ناقص 20 أ. يلا الآن غتحسب لي أو غتبسط لي هذه الكتابة دون المرور عبر العامل المشترك. يلا غتعمل ذهنيا ثم تعطيني النتيجة. نعم 17 أ ناقص 20 أ، كما ترى العامل المشترك هو أ. إذن غادي نعملو به غتعطينا أ عامل ل 17 ناقص 20، و 17 ناقص 20 تساوي ماذا؟ نعم تساوي ناقص 3. إذن سنكتب ماذا؟ فعلا ناقص 3 أ، وتشنيت لتعلم نفس السنة الماضية. يلا الآن 25 أ ناقص 50 أ. مرة أخرى هنا سنعمل بأ فتعطينا ماذا؟ نعم أ عامل ل 25 ناقص 50، و 25 ناقص 50 تساوي كم؟ صحيح تساوي ناقص 25. إذن ماذا سنكتب؟ فعلا سنكتب ناقص 25 أ. نمشي للمثال الموالي. 12 أ ناقص 38 أ يساوي ماذا؟ يلا حسب مزيان. نعم يساوي ناقص 26 أ. من الآن فصاعدا غادي نقوم بالعمليات بهذه الطريقة دون أن نمر عبر عملية التعميل. متفقين؟ انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية الصفاء مراكش. إلى اللقاء.